بلدنا بجيش ونيابة بلدنا بجيش ونيابة رومي صحفي في جريدة روز اليوسف. أستاذ أحمد، إيه سبب وقفتكم النهاردة؟ إحنا وقفتنا النهاردة اعتراضاً على التغييرات الصحفية الأخيرة اللي أجراها المجلس الأعلى للصحافة، واللي إحنا شايفينها إن هي بتضر ضرر بالغ بصحيفة روز اليوسف، ولأن رئيس التحرير أنا مش عارفين لحد دلوقتي هو المجلس الأعلى على أي شيء وإيه هي المعايير اللي تم اختياره عليها. رئيس التحرير أول ما جت اتصالت مع الناس بشكل كبير بدون أي داعي وبتنصب العداء. حصل صدام ما بين الصحفيين وما بينها؟ مش صدام، هي حصل إن هي بدأت تتعاسف مع الصحفيين في البداية خالص عن طريق شيل كروت سرك الحضور والانصراف، وبعد كده صعد الأمر إلى إن هي شالت أسامي المحررين من على الأخبار بتاعتهم بدون سبب، وإقصاء جميع الزملاء ورؤساء الأقسام من رئاسة القسم، وقالت إن هي ما فيش أقسام أصلا، والجرنان بقى سايح على بعضه، إضافة إن هي رافضة تعمل مجلس تحرير، إضافة إن هي بتقصي عدد كبير جدا من الزملاء مش عارفين إيه السبب، وفوق كل ده إن هي بتستقوي بالمؤسسة العسكرية محررة عسكرية لمدة 20 سنة للجيش، وإحنا مش عارفين هي ليه أصلا بتزج بالمؤسسة العسكرية في الأمر ده. المؤسسة العسكرية ملهاش علاقة بالموضوع ده. اتكلمنا مع رئيس مجلس الإدارة الباشمهندس عبد الصادق وكذا مرة، حاولنا إن نعمل اجتماع بينا، هي رفضت التفاهم بينا. أسلوبها تعاملت مع الصحفيين بتين الصحفيين، ما عندهاش أسلوب في الحوار أو التفاهم، ده غير إنها مشي كتير من الصحفيين ووقفت نشر أسماء ناس مجرد معترضين.